الرئيس السيسي يوجه بمواصلة برامج التوعية وحملات التطعيم للمواطنين. رئيس الوزراء يترأس الاجتماع السابع للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مؤتمر المناخ. وزير الداخلية يصدق على قبول دفعة جديدة بمعاهد معاون الأمن. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، وتناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المبادرات الصحية القومية المختلفة، وكذلك الوضع الحالي الخاص بفيروس كورونا. وعرض الدكتور محمد عوض تاج الدين الوضع الوبائي لانتشار فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، ووجه الرئيس السيسي بمواصلة برامج التوعية وحملات التطعيم للمواطنين مع تيسير الحصول على الجرعات المنشطة. هذا واطلع الرئيس السيسي على مستجدات مبادرة إنهاء قوائم الانتظار لإجراء العمليات الجراحية للحالات الحرجة، موجها سيادته بتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانات المتوفرة لدى كافة مؤسسات المنظومة الطبية. كما تابع الرئيس سير العمل بكل من مبادرة تشخيص الأورام وعلاجها لدى السيدات ومستجدات توفير أحدث التجهيزات والمعدات في هذا الصدد، وكذا جهود الوقاية من شلل الأطفال، موجها سيادته بتعزيز حملات التوعية للتأكيد على تلقي كافة الأطفال حديث الولادة للتطعيم المضاد لمرض شلل الأطفال والجرعات المنشطة منه. ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الاجتماع السابع للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ، وذلك لمتابعة جهود الوزارات في التحضير للمؤتمر المقرر انعقاده في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ. حضر الاجتماع عدد من الوزراء ومسؤول الوزارات والجهات المعنية، وأشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى أنه من المقرر أن يتم غدا إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغيير المناخ، موجها في هذا الإطار بسرعة تدشين الموقع الإلكتروني الخاص بالدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بمدينة شرم الشيخ. شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة إجراءات رفع الكفاءة القتالية لإحدى وحدات قوات الصاعقة، وذلك للوقوف على مدى جاهزيتها لتنفيذ كل ما تكلف به من مهام. هذا وحضر تفتيش الحرب عدد من قادة القوات المسلحة. صدق وزير الداخلية اللواء محمود توفيق على قبول دفعة جديدة بمعاهد معاون الأمن للحاصلين على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها. المزيد في سياق هذا التقرير. دفعات متتالية من معاون الأمن أثرت العمل الشرطي بكفاءتها واحترافيتها التي اكتسبتها على مدار فترة دراستها وتدريبها بمعاهد معاون الأمن. وفي هذا الإطار صدق السيد محمود توفيق وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة من الذكور والإناث بمعاهد معاون الأمن وفقا لشروط وضوابط أعلن عنها مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب خلال مؤتمر صحفي عقد للإعلان عن فتح باب القبول والضوابط. تفضل السيد محمود توفيق وزير الداخلية بالموافقة على قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة أو ما يعادلها لراغب الالتحاق بمعاهد معاون الأمن من الذكور والإناث الدفعة السابعة وفقا للقواعد التالية. أولا، شروط القبول: أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية، ألا يقل السن عن 19 عاما ولا يزيد عن 25 عاما في تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعاهد معاون الأمن، أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية العامة أو ما يعادلها،
أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. كما تم الإعلان عن أماكن سحب كراسات الالتحاق، وهي معهد معاوني الأمن بترى ذكور وإناث، ومعهد معاوني الأمن بمدخل وادي النطرون بالبحيرة للذكور فقط، ومعهد تأهيل الأفراد بحي الكوثر بسوهاج للذكور، ويتم التقديم من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية. تم استحداث صفحة على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت تحت مسمى خدمات معاوني الأمن من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية. يبدأ التقدم من خلال الموقع اعتبارا من يوم السبت الموافق 21/5/2022 حتى يوم الخميس الموافق 23/6/2022. وتهيب وزارة الداخلية براغب التقدم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن عدم التعامل إلا من خلال الموقع الرسمي للوزارة المخصص لذلك على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت والتواصل مع المعاهد المشار إليها بالإعلان. عقب اجتياز المتقدم لكافة الاختبارات المحددة والمعلن عنها صحية وبدنية ورياضية، يلتحق المقبولون بمعاهد معاوني الأمن للدراسة بها على مدار عام ونصف، ويحصلون خلالها على مزايا إضافة إلى المزايا التي يحصلون عليها عقب التخرج والالتحاق بالعمل في كافة مجالات ومواقع العمل الشرطي. هم إضافة حقيقية لمنظومة العمل الأمني التي تسعى وزارة الداخلية إلى تطويرها باستمرار، وضخ دماء جديدة من العناصر البشرية المدربة لأداء المهام الأمنية، وهو ما تؤكده الكفاءة التي يتمتع بها معاون الأمن.